مجلة الأحوال الشخصية مشروعاً يمرره بمثابة الصدمة أو الصدمة فعلاً. هي مجلة مدنية نعم، لكن روحها روح إسلامية. مجلة الأحوال الشخصية فيها العديد العديد من القوانين اللي حمايه المرأة التونسية. قانون الميراث مازال سابق لها، سيأتي يوم، أنا موجودة وغير موجودة، سيأتي يوم أن هذا القانون سيقع مصادق عليه طرف مجلس النواب.